أبروح وبندخل معرض بيعجبكم بشكل طبيعي. زين؟ بيعجبكم. المعرض هذا يتكلم عن أي شيء يخص التمور. أي شيء يخص التمور والمتعلق في التمور يتكلم في المعرض هذا. حلو، أشوى. يعني شيء يعني بستانس. لا لا. الصدق؟ غصب. ما في كلام دي تستهبل أنت. والله شيء يعني يثرج الخاطر، والمرتبين والتنظيم شيء ما شاء الله تبارك. شوف الفن واللمسات اللي هنا موجودة عند الفنان عبد الوهاب عطيف. والله ما شاء الله عليك، طلعت أبوكم صريح معك من لا شيء شيء. الله يسلمك. صراحة ما شاء الله تبارك الله. الله يسلمك. فنان، ممكن أعرف كيف رسمت هذه اللوحة؟ تفضل. هذه أيوة، هذه اللوحة. هذا طال عمرك على السعف، على سعف النخل. شوفوا من سعف النخل. نعم. مرسومة. أيوة. سعف النخل أنقش عليه بعد كده بقمع الحنة، أكون موضوعي، أنقش هذه النقشات. أنت رسمتها يعني حطيت له سعف النخل ورسمت عليه بالحنة. بالضبط. إنه مش بالحنة، قمع الحنة، لكن حط قمع الحنة. أيوة. حط في الألوان وبالتنبيط أصنع الأشكال اللي أنا وديها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. مثل ما أنت شايف بهذا الشكل، أو بهذا الشكل اللي يعطيك طابع الحركة في سباق الهجن الموجود. والله ما شاء الله تبارك. اشتغلت البورتريه مثل بورتريه الملك سلمان ما شاء الله. عهد الله يحفظه. اللي هي إيش اسمها؟ بورتريه. بورتريه على السعف. ما شاء الله تبارك الله. تشوف الخامة. إيه. شركة أثارنا مبدعين ما شاء الله تبارك الله بالخوص. بالخوص هذا اللي اشتغلوا، الحرفيين اللي اشتغلوا عليها من جمعية سليسلة في جدة. سليسلة في جدة. في جدة. ايوه والله فنانين صراحة. اوب والله اني حسيت اني بحوس انا، بس يلا مشكلة. شكرا جزيلا. هذه طبعا تبيعونها صح ولا لا؟ هذه نبيعها، هذه من تصميم اثارنا. منتجنا الجديد هذا ما شاء الله اشتغلوا عليها اكثر من حرفي. الشمعة ريحتها هيل وزعفران. شمعة هيل وزعفران. هيل وزعفران. ما شاء الله. والفكرة إنها تكون ملفوفة بالخوص، بحيث إنها تكون بشكل يعني حديث وتحافظ على تراثنا يعني. وعندكم بعد الفناجيل ها؟ في عندنا فناجيل مستوحاة من القط العسيري، مسويتها فاطمة حسنين. فاطمة حسنين، والله الشغل المرتب الصراحة ما شاء الله تبارك الله. طبعًا بنجرب. نجدية دكتور عبد الرحمن. حياك الله. الله يحييك يبقيك. طيب. تسلم. شكرا جزيلا لك. طبعا ما شاء الله تبارك الله قهوتهم شيء ثاني. بس شوف بقولكم شيء، شفتوا الضيافة هذه كلها؟ شوف كيك التمر، ضيافات هذه كلها. الله يحييك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ضيافتكم كلها مجانا. ودخولكم للمعرض مجانا. وتقدمون ذا الحلويات والشيء الزين ما شاء الله تبارك الله. بسبوسة تمر. ما شاء الله تبارك الله. وعندنا قدام المحاشي. هذه ايش؟ محاشي. ما شاء الله تبارك الله، كل هذه انواع التمر ها؟ طبعا كل هذه من رطاب التمر. ما شاء الله تبارك الله. كلها يعني مستخدمين التمر بشكل ممتاز، ما شاء الله تبارك الله. سواء باشياء بالقدوع بالطحينه او بالطحينه ولا المحاشي. والمحاشي الثاني هذا مجروش. مجروش ولا مجروش؟ مجروش ما شاء الله تبارك الله. بيض على وجهك. أهل القصيم والفن، فنانين أنتم عاد ما شاء الله تبارك الله. فنانين الحمد لله بما نعلم. لا ما شاء الله تبارك الله، استخدمتوا التمر بالشوكلت صح ولا لا؟ نعم. إذا ممكن هذه نسبة التمر فيها. إيه ما شاء الله تبارك الله. تمر 95% بالشوكلت. 95% تمر. تمر. وش نوع التمر؟ التمر عضوي برحي. برحي. أي عجينة تمر، بس أهم شيء تكون عضوية. ما شاء الله تبارك الله. 5% شوكولاتة داكنة بلجيكية على أساس إنه ما. وراكم حاطين داكنة، ما حطيتوا اللي بالحليب ولا بالثاني. لا ما يجوا، ممنوع. وراه ممنوع. لأنه تحتوي على سكر، والسكر ممنوع استخدامه، أو المواد لازم المادة الثانية تكون بعيدة عن السكر. بعيدة عن السكر. عن أي منتج. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. شغل المكنوز الادوي، شغل الاولين موجود، شغل الجديد موجود، الماضي والحاضر، السكري هنيه والمكنوز هنيه، فاخر جابه 170 نزلناه الى 150. 150 صار 120 لك 100 ريال تزباينه كبسه نجي من طريقك. مزرعه 100 ريال الى 90 ريال ابشر بعزك. من زرعته؟ كله مزارع شيقر طال عمرك. بيض الله وجهك. شغله شيقر وخيراته شيقر. شقره وشيقر واحده طبعا. هذا معليش، هذا القسم كله قسم المزارع. شغل مزارع مو بس شيقر، مزارع واجده. كله مزارع
بيض الله وجهك. الله يعافيك، شكرا جزيلا. بيض الله وجهك. هذا هو ترى موجود، شايفين مطوع المطوع. وارشها رشه هيل. والله ستيل جميل، هيئة فنون الطهي مبدعين فنانين. طبعا دائما اقول لكم في اي وصفة اعملها ارصها على الصينية مرة ثانية ومرة ثالثة. سعيدة جدا انه انا قاعدة اشتغل هنا وشوف بنياسم قاعد يصورني. دحين حقدم معاكم اللي هو ولاتة بيستري بالتمر والتيل، جدا سهلة. ممكن تكون احد الاطباق الأساسية عندنا في رمضان، خاصة إحنا عندنا عند مكة. مبدع. تقدم بعد المغرب بعد القهوة العربي. جدا جدا سهلة. مجرد إني أنا بس أحط البيت. شوف الشيفية يشتغلون يصلحون أكلات. هذا قسم للأطفال كامل. هذا المكان صراحة كرييتيف جميل. أنا ما أدري وشلون، ولكنك تمشي كذا كأنك في ما أدري. هي مزرعة. إيه. صراحة جميل جميل، يحسسك بشعور المزرعة. الآن هذا متحف تمرة، هذا المكان يعطيك التحليل كامل عن النخلة، صح ولا لا؟ من البداية. فخلونا ندخل الآن ونشوف وش فيه جوا. طبعا ترى هذا كله اللي انتم تشوفونه مجاني، هذا كله مجاني. فخلونا ندخل الآن ونشوف. ما شاء الله تبارك الله، هذا بداية المتحف والمسؤول عن التصميم. ونعم الله فيك عبد العزيز. ممكن نبدأ إذا ممكن. زي ما تشوف فتحنا المتحف بآية قرآنية ركز على أهميته. ما شاء الله. ذكر النخيل والتمر أكثر من 15 مرة في القرآن. هنا بعض أجزاء. نجي هنا. ما شاء الله تبارك الله. مسار تاريخي، لأن الشجرة هي النخلة هي أول شجرة مثمرة في العالم. تم اكتشافها في الجزيرة العربية قبل 4500 سنة قبل الميلاد، فنتكلم عن 6000 سنة. اصبر دقيقة، 6000 سنة. 6000 سنة من الآن. ما شاء الله تبارك الله. حتى النبي إبراهيم عليه السلام كان التمر والنخيل مكانة كبيرة في قلبه. ننتقل هنا سبحان الله عن التشابهات بين النخيل والإنسان. كلاهما فيهم الذكر والأنثى. إنها لا تثمر إلا إذا لقحت سبحان الله. وأكثر معلومة أصدمتني شخصيا إن توارث الصفات بين النخلة الأم والفسيلة اللي بعدها سبحان الله. تتوارث الصفات نفس الشكل نفس الإنسان. سبحان الله. إيه. وهي جدا حساسة بعكس ما نسمع أنها ممكن تعيش إلى 80 سنة 150. وار أعطانا معلومة قال أنا عندي نخلة لها 180 سنة عايشة حتى الآن. 180 سنة. اي نعم عايشة حتى. وارثها هو وراثة. اكيد. اي من جد جده. اي من جد جد جده. اي والله. هنا عندنا تغذية بصرية، حبيت أأكد في المتحف الناس يشوفون، وأيضا هنا يبدون يلمسون يتحسون بأنواع التمر. هنا أقدر اللي هو. اي في أنواع. طيب وش نوع التمر؟ وش هنا هو المختص. هلا هلا والله عزيز. الله يحييك. هذا المنيفي هنا. اي ممتاز. بعده يجي الخضري. طيب سؤال بس دقيقة معلش، ترى أنا شخص راعي أسئلة فتحملني، كم نوع منيفي؟ منيفي في أنواع منه بس هذا النوع المتوفر هنا. أها ممتاز. وهنا الخضري. ما شاء الله. وبعد رشودية. رشودية. وهذه هنا العجوة. هذه اللي هي عجوة مدينة. عجوة في عجوة بعد من القصيم. ما شاء الله تبارك الله. وهذه هنا الروثان. الروثانة. ايه بطل الروثانة. طيب عندنا هنا. انا احب صقعي، ما عندكم صقعي؟ في صقع ابشر الان. في صقعي؟ نمر بك على الصقعي. حلو ممتاز. عندك صايات النخيل في السعودية، عندنا 33 مليون نخلة تقريبا. تصدر السعودية ل 107 دول حول المملكة حول العالم. ممتاز. تنتج 400 نوع من التمر. ممتاز. يصل عمر النخلة إلى 150 سنة. عدد النخيل حول العالم 120 مليون نخلة تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. إجمالي الإنتاج المحلي 1,500,000 طن. صدق ما شاء الله تبارك الله، يكفي المعلومات اللي أنا أخذتها الحين بقدر أنساها على طول ترى كذا. والله ما شاء الله تبارك الله، المعرض شيء ترى بعد ما غطيت لكم كل شيء، والله ما يعني ما قدرت أغطي كل شيء لكم زين. هذا شيء واحد. الشيء الثاني مجانا، ارفع شاشة بس وخذ التيكت مجانا، تقدر تاكل وتشرب لك قهوة وتوسع الصدر يعني بشيء ما شاء الله تبارك الله مرتب وجميل. وشكرا جزيلا للشركات اللي رتبوا المكان كله كامل، صراحة مكان مرتب وجميل يستحق الزيارة.